بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات. أعزائي المشاهدين, إخوة المؤمنين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في قواعد القرآن الكريم، والقاعدة اليوم قاعدة العزة، ولا بد من مقدمة. أيها الأخوة الأحباب، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق في الانسان حاجات ثلاث الحاجه الاولى حاجته الى الطعام والشراب ليحافظ على بقائه والاما الحاجه الثانيه فهي حاجته الى الطرف الاخر الى زوجة وحاجة الزوجة الى زوج حاجة كل من الذكر والانثى الى الطرف الاخر هذه الحاجة تحقق بقاء النوع لكن قانون العزة متعلق بالحاجة الثالثة الحاجة الثالثة هي حاجة إلى تأكيد الذات فالإنسان بعد أن يأكل ويشرب ويشبع ويرتوي ويتزوج ويحقق هذه الحاجة في الطرف الآخر هو بحاجة عميقة جداً إلى أن يكون شيئاً مذكوراً، إلى أن يؤكد ذاته، إلى أن يشار إليه بالبنان، هذه حاجة في أي إنسان، وحاجات الإنسان لحكمة بالغة بالغة، حاجات حيادية، يمكن أن تكون سلماً نرقى بها إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين، ألم يقل الله عز وجل: يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا الرفع للذكر تلبيه لحاجه في الانسان، لكن هذه الحاجه كما اقول دائما حياديه، قد تكون سلما نرقى بها الى اعلى عليين وقد تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين أيها الأخوة الكرام حاجة الإنسان إلى أن يكون مكرماً إلى أن يكون عزيزاً إلى أن يكون مهماً إلى أن يكون في قلوب الناس إلى أن يكون ملء سمعهم وبصرهم إلى أن يكون مقرباً هذه حاجة أودعها الله في الإنسان ويمكن أن يلبيها وفق منهجه فيسعد في الدنيا والاخره، ويمكن ان يلبيها بخلاف منهجه فيشقى في اثناء تلبيتها في الدنيا والاخره. الايه الكريمه التي تعد قانونا لتلبيه هذه الحاجه هي قوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون من هؤلاء الذين يستحقون التكريم من هؤلاء الذين يستحقون ان يكونوا في مكانه عاليه في مجتمعهم للذين احسنوا وكلمه احسنوا كلمه جامعه مانعه شامله احسنوا في عملهم احسنوا في زواجهم أحسنوا في حرفهم، أحسنوا في علاقاتهم، أحسنوا في كسب أموالهم، أحسنوا في إنفاق أموالهم، أحسنوا في وقت غضبهم، أحسنوا في رضاهم. الإحسان كلمة جامعة مانعة مطلقة. أنت حينما تكون محسنا، حينما تبني حياتك على العطاء، حينما تكون لبنة أساسية في بناء، حينما تكون متفوقا على أقرانك أنت محسن، والإحسان بشكل دقيق نصفان التزام وانضباط بتعليمات الخالق، ثم عطاء للمخلوق، التزام وعطاء، للذين أحسنوا أكبر جزاء لهذا الإحسان الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال علماء التفسير هي النظر إلى وجه الله الكريم هي الزيادة وجوه يومئذ ناظرة إذا ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر أي تقنين أو حرمان ولا ذلة ما الذي يؤلم الإنسان أن يكون محروماً أو مهاناً محروماً أو مهاناً فمن أجل أن أكون كريماً متفوقا، متالقا، محبوبا، عزيزا، اشعر بقيمتي في مجتمعي، يجب ان اكون محسنا، تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانه، فانت ان كنت محسنا رفعك المجتمع شئت او ابيت، لان الانسان مفطور على حب الكمال، على حب الاحسان. على حب الالتزام، على حب النقاء، إذاً من أجل أن تكون مكرماً، من أجل أن تكون عزيزاً، من أجل أن يشار إليك بالبنان، ينبغي أن تحسن، للذين أحسنوا لهم مكانة في الدنيا وجنة يوم القيامة، وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، هم حينما اتصلوا بربهم وأحسنوا إلى خلقه قربهم الله عز وجل ومنحهم السكينة التي تألقوا بها. أه شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه، أي موقف أي سلوك أي حركة أي سكنة أي كلام تضطر معه إلى أن تعتذر وإلى أن تندم ابتعد عنه، كلام جامع مانع إياك وما يعتذر منه. قيل مرة لذاهية من دهاة الصحابة، قيل لعمرو بن العاص: ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. والحقيقه الذي ساله سيدنا معاويه فقال معاويه لست بداهيه اما انا والله ما دخلت مدخلا احتاج ان اخرج منه فانت حينما تنضبط او حينما تضبط كلماتك وفق القواعد المشروعه تكون محترما ومعززا ومكرما ايها الاخوه الكرام قرأت كتابا فيه أدعية ثلاث في الصفحة الأولى، هذه الأدعية متصلة أشد الاتصال بهذه الحلقة المتعلقة بقانون العزة، الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، مصيبة كبيرة أن تنطق بالحكمة وألا تطبقها، فيسعد الناس بها وتشقى بعدم تطبيقها، من اسعد الناس من سعد بعلمه، اني اعوذ بك يا رب ان يكون احد اسعد بما علمتني مني، والدعاء الثاني اللهم اني اعوذ بك ان اكون عبره لاحد من خلقك، يعني انا اصبح قصه يتعظ بها الناس فلا بد من ان اكون مع المشاهدين لا ان اكون على خشبه المسرح وتكون قصتي موعظه للناس، اللهم اني اعوذ بك ان اكون عبره لاحد من خلقك، يعني هناك ايه دقيقه يقول الله فيها فجعلناهم احاديث اصبحوا عبرا للخلق، فالانسان حينما يستقيم على امر الله لا يكون عبره بل يكون يكون عنصرا ايجابيا يقدم للمجتمع المثل الاعلى، اما الدعاء الثالث: اللهم اني اعوذ بك ان اقول قولا فيه رضاك التمس به احدا سواك، هذا هو النفاق، ان اقول قولا فيه رضاك التمس به احدا سواك، المنافق يسقط من عين الله ومن عين المجتمع، فيكون لك موقفان موقف معلن وموقف حقيقي ان يكون لك سر وعلن شيء تفعله وحدك وشيء تفعله امام الناس هذا الانسان يستسقط كرامته بين مجتمعه اما الدعاء الثالث الرابع اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك ان اتزين للناس بشيء يشينني عندك اذا كرامة الإنسان مطلب أساسي عند كل إنسان، وهذا المطلب يمكن أن يكون سبباً لرقي الإنسان إلى أعلى عليين، وأن يكون هذا المطلب نفسه سبباً لسقوط الإنسان إلى أسفل سافلين، لذلك لن نقطف ثمار هذا الدين من سلامة وسعادة وعزة وكرامة إلا إذا كنا محسنين فالإحسان طريق العزة، وقد تجد موظفاً متواضعاً جداً لكنه محسن ويؤدي واجبه تماماً يتمتع بعزة وكرامة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، فالإنسان حينما يخطئ يسقط أول ما يسقط من عين نفسه. ويكون سقوطه دليلا على ان فطره الانسان فطره سليمه اودعها الله في الانسان لتكون رادعا ودافعا لكماله الذي يرقى به عند الله وعند الناس. ايها الاخوه الاحباب الى لقاء اخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم